ما تذكرت عايفكم وعفتوني، رد من جديد الشوق بين عيوني. لو ما حس مريت عتبة الدار، مصر على العسبة، مصر مصر عتبة غيروها؟ أناس مشاهدينا بعدنا مستمرين. استاذ مهدي حاب يتشكر قناة زاغروس، عنده كلمة بده يوجه لنا إياها، خلينا نشوف شو راح يقول لنا. والله بنهاية هاي حلقتنا أشكركم وأشكر قناتكم الوقرة. فأني طلب أخير، إذا تقبل ناسي تكون زوجة ثانية فسوف تكون في الحفظ والصون ونخدمها في أعيننا. وعاش العراق. مو نانسي مو موافقة، ولا ما حد رح يوافق، هو رح يضل يطلبهم للزواج وما حد يوافق. انتظر من رد من الناس، فكري لا تترددي، تريثي. أنا فكرت، بحب أقول لك إنه طلبك مرفوض. بحب أقول لك طلبك مرفوض، صح؟ طلبك مرفوض أبداً، رفضاً قاطعاً، صح؟ I love you حبيبتي. بكرة بنطلق بمحكمة الخلع مشان تخلع. تمام؟ فكري فكري لا تستعجلي. على الدرج. ايه على الدرج اليوم راح تنام. مشاهدينا بعد ما رفضت العريس مجبورة انهي هالحلقة لأنه مشاعري ما بتتحمل كل هيدا بصراحة. مشاعري لا تتحمل. حلقتنا وصلت للنهاية، كانت الحلقة بتجنن بصراحة. طبعاً كل اللي شفتوه كان مزح وضحك مش أكتر. الأستاذ مهدي صح عنده عشبات كتير وهيك، بس بيحب مرته وقال لي إنه هي طيبة وبس لسان بتزعل منه هيك يعني، ونحنا كنا بس عم نضحك. بس برضو إذا كنت عم تحكي جد طلبت مرفوض يعني، جملة وتفصيلاً، جملة وتفصيلاً. رقم 100 اللي رفضتها، مو انت اول وحده ترفضي. ها كم وحده؟ هو قال سعد 101 وصلت ال 100 انا. قال خير واحد. فات موسوعه الجهد. مشاهدينا حلقتنا لليله وصلت، على امل نلتقي الاسبوع الجاي مع عريس، قصدي مع حلقه جديده. ما في عريس، على امل ان نلتقي الاسبوع الجاي بحلقه جديده من برنامج العب مع النجوم. Bye-bye.